السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بينا كده الاول نصلي على النبي العدنان، ما يحلى طبعا الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. النهارده يا حبايبي هنفرز مع بعض فلفل الالوان، انا لقيته في السوق بصراحه السعر بتاعه نزل، ساعات بنلاقيه وصل ل 40 و50 جنيه يا جماعه، وبصراحه ببقى محتاجاه جدا جدا. طبعا في شيش طاووق، في الكبده الاسكندراني، الكبده اللي هي مبصل عاديه، وطبعا كل حاجه بيبقى ليها الطريقه بتاعتها بتاعت الفلفل، يعني ممكن تقطعيه زي البصل جوانح كده، شرايح صغيره، اللي هي في الشيش طاووق اللي هي المكعبات اللي هي الكبيرة شوية كده. بصوا كل أكلة وبيبقى ليها طريقة في الفلفل الألوان دي معينة. احنا النهاردة هنعمل كذا صنف، تمام؟ تنفع بقى زي ما قلنا للكبدة الاسكندراني، للشيش طاووق، للكبدة العادية، بصي لأي حاجة انت عاملها، هنعمل كذا كذا تقطيع يعني، وهنفرزه بطريقة صحيحة جدا جدا تفضل معاكي سنة كاملة ما يجرالهوش أي حاجة بدون مواد حافظة خالص، تمام كده. طب اول حاجه عملنا ايه؟ اول حاجه طبعا يا حبايبي مسكت الفلفل غسلته كويس جدا جدا وحطيت معلقه خل كده عشان لو في اي تراب، اي رش من الارض ولا حاجه، كل ده ينزل ايه في الميه، تمام. وشطفته 3-4 مرات كده كله تمام زي الفل زي الفل. طيب نعمل ايه؟ داخل بقى الصينيه بتاعتنا القمر دي ونبتدي نقطع الايه الفلفل بتاعنا دوت كده. انا خرطت او قطعت شويه كده، انا بقى عاوز الفلفل المتقطع ده للكبده الاسكندراني يا جماعه، بتبقى جميله قوي الشرايح دي، تمام. طيب هنعمل ايه بقى كده؟ هنا بقى جبت صينيه زي ما انتم شايفين وغليت ميه في الكاتل كده، بسم الله اهو، هبتدي انزل بقى بالميه كده في الصينيه، تمام كده زي الفل. طيب هننزل بايه كمان؟ هنزل كمان بايه؟ بمعلقه، معلقتين كبار من السكر يا جماعه، بسم الله. السكر ده يعتبر ماده طبيعيه حافظه يا جماعه، اهي معلقتين كده من السكر، هندوبهم كويس بسم الله. وهبتدي انزل بقى ايه بالفلفل بتاعنا، بسم الله، فلفل الالوان بتاعنا القمر ده اهو. الطريقة دي طريقة صحيحة يا جماعة، ويفضل معاكي كده لما تيجي تطلعيه فريش، بس اهم حاجة لما تيجي تستعمليه تطلعيه وهو ايه متفرز، ما تطلعهوش وتسيبيه يعني ايه لحد ما يفك خالص، لا، يفضل معاكي كده الفلفلية كده فريش كأنك انت لسه عاملاها او لسه مخرطاها طازة، تمام اهو. هسيبه بقى ايه في المية المغلية دي بالسكر لمدة ايه 5 دقايق اهو بالشكل ده، شايفين اهو، سيبه بقى لمدة 5 دقايق كده على ما اجيب المية الساقعة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين بعد ما ايه سبته 5 دقايق في المية كده المغلية، تمام. هاجي هنا بقى في الطبق التاني ده، هجيب ازازة مية مشبرة كده من الفريزر، تمام، او لو عندك قطع من التلج بتجيبيها وتفضي عليها ازازة مية، تمام اهو. وهبتدي ان انا ايه اشيل بقى من المية السخنة على المية الايه المتلجة على طول اهو بالشكل ده اهو، طبعا بنشيل كده. هنا خلاص شلته في المية المتلجة زي ما انتوا شايفين، وبسيبه كمان 5 دقايق لحد الايه السخونية او الحرارة ما تروح خالص تماما ويبرد معايا تماما، بسيبه 5 دقايق كده بالشكل ده، تمام. وبكرر نفس الموضوع مع الصنف التاني او التقطيعة التانية اللي هي عبارة عن ايه، عن الشيش طاووق بقى اللي بنبقى نعملها، التقطيعة بتاعت الشيش طاووق اهو اللي هي المكعبات اهي، بعملها مكعبات زي كده، تمام، نفس الطريقة اللي هي هجيب المية المغلية، ادي المية المغلية زي ما انتوا شايفين بسم الله. دي يا جماعة طريقة صحيحة 100%، وزي ما قلنا هتقعد معاكم سنة كاملة ما يجرالوش اي حاجة. ودي ايه معلقتين الايه السكر، معلقتين السكر دول المادة الحافظة للفلفل كمان، تمام بالشكل ده
وهبتدي اجيب فلفل الالوان اللي هو بقى ايه اللي قلنا عليه اللي بتاع الشيش طاووق اهو بالشكل ده. بسم الله اهو، وبرضو اسيبه كده في المية المغلية 5 دقايق، وبرضو اشيله على مية متلجة تمام لحد ما يبرد نهائي. طبعا الصنف الثالث بقى اللي هقطعه اللي هو القطع الصغيرة بقى بتاع اي يعني مثلا عايزة تحطيها في حبة كبدة عادية كده بتعمليها ببصل كده اللي هي القطع اللي هي الصغيرة هوريها لكم برضو تمام اهو، واسيبها 5 دقايق كده وبعدين اشيلها على المية المتلجة. وبكرر نفس العملية في الايه في الفلفل اللي انا هقطعه شرائح صغيرة كده يا جماعة تمام. دي كده التقطيعة التالتة اللي هي القطع الصغيرة اللي بقول لكم عليها اهي، حطيتها برضو بالمية المغلية وهشيلها من المية المغلية بعد 5 دقايق على المية المتلجة تمام، وبرجع احطها في مصفى يا جماعة تمام لحد ما تصفي نهائي، تصفي المية اللي فيها وانشفها كويس جدا جدا واعبيها في كيس تمام. بصوا بقى كده دي اخر مرحلة ان انا ايه حطها في مصفى وتحتها طبق عشان تصفي المية اللي فيها كلها وكمان انشفها حلو خالص وما يبقاش فيه مية، شايفين بقى الجمال تمام. وبعبيه في كيس او في علب يا جماعة اللي هي العلب البلاستيك دي، وبشيله في الفريزر وقت ما بحتاجه واروح مطلعه تمام، وقبل ما يفك اروح مستعملاه على طول كده زي ما انتم شايفين بقى. حطيتهم في اكياس اهو للشيش طاووق بقى للبيتزا يا جماعه للكبده لاي حاجه انت عايزه فيها فلفل الوان بصراحه بتنفعنا، شايفين الجمال. يا رب اكون فتك ولو بالقليل قوي 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 يا رب، اتمنى يعني ان انا اكون فتك باي حاجه ولو كانت صغيره خالص. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش طبعا في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.